بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية كأنما أحسن أحيا الناس جميعا الطبية في منطقة المرج ترصد إحدى الأمبولات الخاصة بالمواد الكيميائية التي يستخدمها الجيش النظامي في الحرب على منطقة المرج. طبعا تم العثور عليها بعد هروب شبيحة النظام من المنطقة، وهذه إحدى الأمبولات تتكون من مادة كيميائية فوقها دكة من القطن وتحتها دكة من القطن، وإلى الأعلى يوجد غاز